ولنقاش آخر المستجدات حول التظاهرات ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي أحمد الجميلي. أهلا بكم أحمد. أهلا ومقصر. أمام محاولات إخماد الثورة جاءت دعوات لتظاهرات مليونية غدا الجمعة في بغداد والمحافظات، كيف تفسر محاولات الطبقة السياسية المستمرة لإخماد الثورة؟ أحمد هل تسمعني؟ عفوا الصحفي. لم اسمع السؤال جيدا. عفوا. نعم، كنت أسألك عن تفسيركم لدعوات الطبقة السياسية لإخماد الثورة رغم دعوات للتظاهرات المليونية غدا الجمعة. نعم، التظاهرات يوم غد الجمعة هدفها هو رفض العملية السياسية التي تبقى منها ما يسمى بالبرلمان العراقي. هذا البرلمان الذي يؤمن ويعتقد غالبية الشعب العراقي وغالبية المتظاهرين بأنه بات يمثل الأحزاب المشاركة في السلطة فقط لخدمة المشروع الإيراني، ودليل على ذلك ما أقره البرلمان مؤخرا من قرارات تتماشى النفوذ الإيراني في العراق. هذا اليوم كنا في ساحة التحرير وشاهدنا أن المتظاهرين بدأوا بالاستعداد لمظاهرة يوم غد الجمعة، حيث قاموا بالمنشورات وقاموا بإعداد اللافتات التي تجسد الهدف من هذه التظاهرة، من هذه الشعارات، و أن البرلمان العراقي لا يمثلنا، وأيضا رفض المتظاهرون من خلال شعاراتهم المرفوعة في ساحة التحرير الحرب التي تلوح بها كل من إيران وأمريكا على أرض العراق، ورفضوا تحويل العراق إلى ساحة حرب وساحة لتصفية الحسابات بين قوى إقليمية هدفها الأول والأساس هو مصلحتها ونفوذها، وإن كان ذلك على حساب مصلحة الشعب العراقي. نعم. وأمنه وسيادته. في هذا السياق أحمد، بالحديث عن التصعيد الحاصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، كانت مجلة فوريون بوليسي الأمريكية اعتبرت أن أحزاب السلطة وإيران يستغلون قتل سليماني في قمع التظاهرات، إلى أي مدى ترى أن هذه الأحزاب استغلت فعلا هذه الحادثة خاصة بعد مقتل متظاهر أمس في ساحة الوثبة؟ نعم، هذا واضح، وكان واضحا خلال مجريات تشييع سليماني والمهندس في بغداد، حيث ألقى بعض قادة الميليشيات كلمات اتهموا فيها صراحة التظاهرات والناشطين بأنهم جزء من ما حل بميليشيات الحشد في العراق، وبأن تظاهراتهم تأتي جزء من مؤامرة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية على حد زعمهم. وشاهدنا وسمعنا كيف أن قادة الميليشيات ومن خلال بعض القنوات الإعلامية التابعة لهم يحرضون بشكل مباشر ويدعون إلى فرض تظاهرات الجنوب وتظاهرات بغداد بالقوة، بزعم أنهم كانوا فرحين بمقتل أبو مهدي المهندس وسليماني، وهذه تهم جاهزة يسوقها إعلام الأحزاب من أجل تنفيذ مخططهم بقمع هذه التظاهرات وإنهائها بالقوة كما قلت، باعتبارها جزء من مؤامرة تقودها السفارة الأمريكية على حد زعمهم. نعم، كيف تقرأ خطوة فالح الفياض الذي سافر إلى طهران لنعي سليماني باسم العراق؟ نعم، كما تعلمون يعني قرار العراق وقرار العراقيين، غالبية العراقيين مصادر منذ 2003 ولغاية اليوم.
العمليات السياسية التي تخوض بها الأحزاب السياسية والانتخابات الكاذبة الهزيلة التي أجريت في العراق منذ 2003 ولغاية هذا اليوم كانت خير دليل على أن هذه الطبقة السياسية وهؤلاء الأحزاب صادروا الصوت العراقي وصادروا رأي العراقيين من مجريات الأحداث. لكن يقينا أن التظاهرات التي انطلقت في الأول من شهر العاشر الماضي كانت بمثابة الصدمة التي أحيت الوعي العراقي وجعلت الشعب العراقي يعي بأن هذه الطبقة السياسية لا يجب أن تستمر بمصادرة مقدرات ومصادرة الموقف العراقي وتحويل العراق إلى حلبة مصارعة خدمة لإيران ولأجندتها، وبأنه ينبغي أن يحيا الشعب العراقي في بلد مستقل يكون سيد نفسه. شكرا جزيلا لك الصحفي أحمد الجميلي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.